المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وتمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي. لي أكيد أكيد دائما الهام شنال. لاغوسة ديال اليوم ولا الوصفة ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بإزالة الشعر من الجسم نهائيا بواسطة ملعقة ملح كمكون رئيسي. أكيد غنستخدمو جوج ديال المكونات الثانوية مع الملح باش الوصفة تكون يعني أكثر نجاحا. فإن شاء الله الشعر ديالكم ما غاديش يبقى ينمو نهائيا وللأبد، يعني وصفة اللي غتزول لكم الشعر من الجذور. اكيد غادي نستخدموا هذه الوصفه بعد ما كنكونوا ديجا مزولين الشعر الزائد ديالنا، سواء بالحلاوه ولا بالشفره اولا يعني بآلات الحلاقه، على حسب نتوما شنو معتمدين كاساس كتستخدموا الجسم ديالكم لازاله الشعر. فكنتمنى انه هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، ترضيكم، تستفدوا منها. هي بثلاثه مكونات فقط، يعني الملح كمكون رئيسي وجوج المكونات الثانويه اللي غنستخدمهم ان شاء الله مع الملح كما سبق لي وذكرت. فمش ما نطولش عليكم اكثر، نبغي نرحب بالبنات ونبغي نرحب بالسيدات، فمرحبا بكم في هذه القناه. الا كنتوا اول مره كتكتشفوها ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر المجاور له اللي هو زر الجرس، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو باش هكذا تزيدوا تشجعوني على المزيد من التقدم والنجاح والعطاء والاستمراريه لهذه القناه. ايضا تخليوا لينا تعليق، الاقتراحات، الاستفسارات، وايضا الوصفات الطبيعيه ديالكم نتوما شخصيا. يعني اي سيده عندها وصفه طبيعيه بخصوص ازاله الشعر من الجسم باي مكونات متوفرين في كل بيت او في كل منزل، فتخلينا الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها، استعمالها، يعني بكل التفاصيل ديال الوصفه. انا شخصيا بدوري نجرب الوصفه، واكيد الا عجبتني وعطاتني نتائج مزيانه راني غادي نجي نشاركها معكم هنا في القناه باش هكذا تعم الفائده لعدد كبير بزاف من السيدات اللي دائما كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وانواعها كذلك. وبسم الله على بركه الله نشوف واش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه، طريقه التحضير ديالها، الاستخدام ديالها، والاستعمال ديالها ايضا. فاول مكون غادي نحتاجو له في هذه الوصفه، سنحتاج الى الملح كمكون رئيسي كما سبق لي وذكرت. غنحتاجو كميه من الملح، بالنسبه للملح اللي استخدمت هنا فهو ملح الطعام فقط. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجو له في هذه الوصفه، سنحتاج الى زيت الزيتون الرائع جدا، وسنحتاج ثالث مكون اللي هو الترمس. بالنسبه لهذا الترمس هذا البنات رائع جدا، فهو كيكون بودرة كيف ما كيكون يعني هكذاك حبوب، لكم حريه الاختيار، يعني ممكن تجيبوه وطحنوه ولا ممكن تجيبوه يعني من عند العطار مطحون كيف ما بغيتو كيف ما اختاريتو. فالمهم هو الترمس يكون بودرة باش هكذا نستخدموه في هذه الوصفه هذه. بالنسبه للترمس ما كيخليش الشعر ينمو نهائيا في الجسم. بالنسبه للسيدات اللي مجربينه فخليو لينا تعليقات شنو الفوائد اللي لقيتو على هذا الترمس، المزايا ديالو، يعني خليو لينا جميع المعلومات ولا جميع لي زانفورماسيون في التعليقات باش هكذا بنات اخرين يستافدوا. الا عندكم وصفات بالترمس حتى هما خليوهم لينا في التعليقات، لانه هذا الترمس هذا معروف والمفعول ديالو رائع جدا بخصوص ازاله الشعر من الجسم، وايضا حتى في المناطق الحساسه ما كيسببش حكه، ما كيسببش حساسيه، ما كيسبب حتى شي مشكل. الحمد لله جربوه بزاف ديال السيدات ولقاو عليه يعني نجاح كبير. فالترمس فهو كاين عند العطار ولا عند العشاب، لانه بزاف السيدات غيسولوني في التعاليق ويقولوا لي حنا ما عمرنا جربناه، حنا ما عمرنا استخدمناه، فين ممكن نلقاو هذا الترمس هذا؟ فالترمس متوفر ولا موجود عند العطار ولا عند العشاب، كيكون حبوب كيف ما كيكون بودره. فهذا الشيء اللي كاين البنات. ندوزو الان طريقه تحضير هذه الوصفه، طريقه استخدامها واستعمالها ايضا. فبسم الله على بركه الله، غادي ناخذ اناء فارغ وغادي نوضع فيه يعني كميه من الترمس بودره، تقريبا يعني واحد الملعقتين. غادي ناخذ ايضا كمية من الملح، ملعقة مملوءة بالملح العادي يعني ملح الطعام، وغادي ناخد ملعقتين تقريبا من زيت الزيتون ونخلط الكل.
فغادي نعاود نزيد نضيف كميه من الترمس. بالنسبه للكميه ديال هذه الوصفه كتبقى على حسب واش يعني المناطق ديال الجسم ديالكم، يعني مناطق كثيره اللي فيها شعر زائد او اللي كينمو فيها الشعر الزائد. مثلا اللي بغيتوا تزولوا الشعر نهائيا من منطقه العانه، الابطين، الساقين ومناطق اخرى في الجسم، فاكيد غادي تحتاجوا كميه كثيره، ما غاديش تحتاجوا هذه الكميه اللي هي قليله، غتحتاجوا يعني كميه كثيره. وعينكم ميزانكم الا كانوا مناطق قليله فغادي تحتاجوا كميه قليله، كانوا مناطق كثيره فاكيد راه غتحتاجوا يعني كميه اللي هي كثيره. وبعد ما كنضيف يعني الكميه ديال الترمس، فالقوام ديال الوصفه دائما نتوما اللي كتحكموا فيه واش القوام اللي كيكون يعني قوام عقد او لا قوام اللي كيكون سائل. فالوصفه كتصبح عندي بهذا الشكل، هذا انا غادي نحتفظ بها بهذا القوام اللي كيكون قوام تقريبا متوسط. نتوما اكيد ممكن تخليوها سائله كيف ما ممكن تخليوها عقده اكثر من هذا القوام هذا. فاولا وقبل كل شيء كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو، كنكونوا ديجا مزولين الشعر الزائد من الجسم ديالنا سواء بآلة الحلاقه ولا بالشفره ولا بلاستيك. انا هنا غنقدم لكم الشفره لانه تقريبا كل السيدات كيستخدموها. فبعد ما كان يعني نزولوا الشعر ديالنا كالمعتاد بالشفره اولا بآله الحلاقه ولا بلاستيغ بهذه الطريقه هذه اللي مولفين حنا كنعتمدوا عليها كاساس اكيد. فبعد ما كنتهيو من ازاله الشعر من الجسم ديالنا سواء في المناطق الحساسه ولا المناطق العاديه، كنغسلوا المنطقه مزيان، وبعد ما كنغسلوها مباشره كنطبقوا عليها هذه الوصفه هذه الرائعه جدا. يعني كنطبقوها بهذا الشكل هذا، حنا كنعملوا واحد المساج خفيف طريف وكنعملوها بحركات دائريه كما كتشاهدوا في الفيديو امامكم مباشره الان. فكنعملوها على جميع المناطق الموجوده في الجسم، يعني منطقه العانه، ابطين، الساقين، وكنخليوها حتى كتنشف، يعني حتى كتجف عاد من بعد كنوصلوا المنطقه. وكونوا متاكدين بعد ما غادي تجربوها ما غاديش تبقيتوا غادي تستغنيوا عنها، عندها بزاف ديال الفوائد، ما كتخليش الشعر ينمو نهائيا يا البنات، يعني من اول استخدام اولا منذ اول استعمال ما كتخليش الشعر ينمو. بالنسبه للسيدات المشعرات فممكن تستخدموها من اول مره والشعر ما غاديش يبقى ينمو، ومن بعد تستخدموها المره الثانيه والشعر ما غاديش يبقى ينمو نهائيا وللابد. ففقط صدقوني جربوها وتعجبكم النتيجه ان شاء الله، وتكتبوا لينا في التعليقات كيف جاتكم هذه الوصفه اكيد. فبالنسبه للسيدات المشعرات غيستخدموها جوج ديال المرات، المره الاولى والمره الثانيه. السيدات الغير مشعرات يعني اللي عندهم الشعر في المتوسط فغادي تستخدموها غير مره واحده وما غاديش يبقى الشعر ينمو نهائيا. ففقط جربوها وكتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم هذه الوصفه. الا كنتو ديجا مجربينها كتبوا لينا في التعليق كيف جاتكم، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش. يعني اكيد انا كنرحب بكل التعليقات، بكل الاقتراحات، بكل الاستفسارات، بكل الاسئله ديالكم، بكل الوصفات ديالكم الطبيعيه، يعني حتى الوصفات ديالكم على راسي وعينيا كنقرا كل الوصفات، وكي اي وصفه خلتها لي اي سيده فكناخذها بعين الاعتبار كنجربها، وملي كتعجبني النتيجه راني كنجي نبارطاجي معكم الوصفه هنا في القناه باش هكذا يستافدوا بزاف ديال السيدات اللي كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وبشتى انواعها. وبالنسبه لهذه الوصفه راه الشعر يعني ما كيبقاش ينمو حتى وان كنتي يعني مشعره ولا كان عندك شعر كثير في الجسم ديالك ولا في المناطق الحساسه ديال كل سيده. فنتمنى وصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم، استفدتوا منها قدر المستطاع، وما تبخلوش علينا بالتعليقات وانكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الحبيبات والصديقات ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي ديالكم نتوما شخصيا باش هكذا تعمل فائده للجميع، وتعملوا بيك لايك وتضغطوا على زر الجرس. موعدي معكم جدد ان شاء الله في الفيديو القادم.